وفي هذا الشأن أشارت الأستاذة منى سعد سليمان محلل في الشؤون الدولية في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، أشارت خلال استضافتها في نشرة سابقة إلى أن منتدى حوار المنامة خرج بتوصيات مهمة تهم المنطقة والعالم. ثلاث أبرز يعني توصيات مهمة، وهي ضرورة وجود جهود دولية دائما لردع التهديدات في الأمن الإقليمي، لأن أمننا هو أمن العالم كله. نعم. أوكي. وخاصة في الأمن البحري. وثانيا أهمية طرح مبادرات لحل النزاعات والصراعات الإقليمية التي تؤثر مثل ما قلت أنه هو على المصالح العالمية أيضا، وخصوصا في التعاون متعدد الأطراف، هاي أهم شيء. والثالث شيء هو تعاون لمواجهة التحديات المشتركة بيننا مثل الأمن الغذائي وأيضا التغيرات المناخية.